تشتكي من ايه؟ اسالك سؤال واحد بس. دولة لها برلمان ولها مؤسسات عسكرية ومؤسسات أمنية خارجية وداخلية ولها 20 وزارة، حالها يبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليه قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره، ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذه رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع، هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم القيامة هيجيب الناس يقول أين ملوك الأرض وحكامها؟ لمن الملك اليوم؟ عشان الناس اللي مش لاقية والناس التعبانة وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض، مصر بتروح ومصر بتيجي، وعمالك نرمي الفلوس في مشاريع قومية ملهاش لازمة، وإحنا التعليم عندنا متدني لأسفل لأسفل مما تتخيل. إزاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني آدم مش متعلم؟ خريج إيه؟ أنا خريج توكتوك، سيبني بس أكمل. إزاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني آدم مش متعلم وجعان وصحته تعبانة واديله عمل له مشاريع قومية زي دي هيدخلني بيها في الحيطة؟ أول هام ثلاث حاجات عشان البلد تنهض: تعليم وصحة وزراعة. البلد دي لو المواطن لقي الثلاث حاجات دول أقسم لك بالله ما يقدر عليه غير ربنا. إحنا من 100 سنة بس اليابان جت تدرس النهضة المصرية، حرام مصر يتعمل فيها كده، حرام مصر يتعمل فيها كده. بالله عليك دي مصر، دي مصر، دي مصر يا جدعان اللي كانت مسلفة بريطانيا ثاني دولة في العالم، عملت خط سكة حديد، يبقى حالها كده؟ مصر اللي كان الاحتياطي النقدي بتاعها أخذ أكبر احتياطي نقدي في العالم يوصل الحال بيها كده؟ مصر اللي كان تحت إمارتها تشاد والسودان والسعودية حب الدول من الخليج بيضحكوا علينا وبيتريقوا علينا بيقولوا إحنا بصوا الأدوار، ما بصوا لأدوارنا ضد مصر، وبصوا إحنا بنديكم وبنعملكم اللي كان تشريفا لينا من 70 سنة كسوة الكعبة بتطلع من مصر، هل ده يليق بمصر؟ هل ده يليق بمكانة مصر؟ مفيش حد قلبه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا، حرام ما يرضيش ربنا شوية تجار تحكوا على الناس بحجة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعهودهم بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والعدالة، حرام ده ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. بس أرجو منك، أرجو منك، أنا هطلب منك كلمة واحدة بالله عليك، ما تقطع حرب من اللي أنا بقوله. هزعلك كل كلمة قلتها.